بس اخواني اللي بده يصلي على الزفر يظل لابس الحذاء، لا يخلع الحذاء. اصل الصلاه في الحذاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتى جبريل اخبره انه في حذاء ونجاسه، وهذا الامر كان بالمسجد. لكن احنا هلا ما بنقدر نصلي بالحذاء على السجاد. اللي بده يصلي على الزفر لا يخلع حذاءه، يظل لابسه، ما في مشكله يعني. لانه اصل الصلاه هي في الحذاء. الله يجزيك خير. يا شباب كل شيء تحت العشرين الله يخليكم يزيدكم الخير، يصلي على الزفت، خلي مجال للكبار بعد زنكم يا شباب، الله يزيدكم الخير. في سجاد ورا، في سجاد ورا كمان. يا جماعة جيدكم اليوم هي بشائر النصر المحمدية بإذن الله، بإذن الله كلياتنا بدنا نصلي الصباح بالقصر، بقصر بشار الأسد اللي هو مو بشار الأسد هلا بعد صلاة الصبح، هون بشار الكلب بإذن الله. كبروا يا شباب، بإذن الله صلاة اليوم راح تكون بداية للنصر المحمدي، بداية للفتوحات في الشام وفي كل العالم الإسلامي. جيدكم عند الله مو قليلة بإذن الله، بدنا إياكم تضلوا مستمرين. والله شاربنا اليوم في عالم قال لنا 200 مصلي رح يجوا، النار رح يجوا بالالاف، والله نصرنا فيكم باذن الله. نحن بدنا اياكم هيك على طول، بدنا اياكم هيك على طول تصلوا، مو تجتمعوا بس براس الشارع، بدنا اياكم تجتمعوا بالجوامع كلها، بجامع عبد البكر وبجامع العجمي وبجامع الخضر، وكل واحد حد بيته جامع لازم يروح على صلاه الصبح. والله اليهود هلا اذا شافت هالصور هي والله لا تخاف وترتعش، هي بالله اليهود ما بتخاف غير من صلاه الصبح، وبشار الاسد ما بيخاف غير من صلاه الصبح. ومن التكبير تكبير الله اكبر، وبداكم تضلوا مستمرين حتى النصر. تكبير يا جماعه، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواننا لو سمحتوا خلونا بس ننظر من الصوت، نحن قاعدين قبل ان تقام الصلاه، حتى ما يدخل الامام في الصلاه ولسه في ناس ما انتظمت في الصفوف او ما او كان في صفوف مائله، او نركز الصفوف قبل ان او قبل ان تقام الصلاه. الكلام الجانبي رجاء اخواننا بلا، النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول: لا يزال الرجل في الصلاه ما دام ينتظر الصلاه. طالما انت واقف عم تنتظر الصلاه فانت في صلاه. وقال عليه الصلاه والسلام: ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران. فاما ان تعمل بالتسبيح او التكبير او قراءه القران. ما شاء الله.
تفضلوا اخواننا اللي ما له مكان هون على غير الاخر ما في مكان فارغ على الجهه الثانيه بجهه اليسار. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيرا ولا مطرودا ولا محروما. ان شاء الله عيدنا بيكون هيك باذن الله تعالى. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. استووا واستقيموا اعتدلوا تراصوا. لا تدعوا فرجة للشيطان فيخلو بينكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر
وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا
قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرته وقضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، سبحانك اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت فيه في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم نور قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم نور قلوبنا يا إلهنا وسيدنا مولانا يا كريم إلهنا نشكو إليك ضعفنا ونشكو إليك حالنا إلهنا إننا قد ظلمنا اللهم فانتقم لنا اللهم فانتقم لنا اللهم إنا مظلومون فانتصر اللهم إنا مظلومون فانتصر اللهم إنا مظلومون فانتصر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل الكفرة الملحدين واخذل الكفرة الملحدين اللهم انصرنا بكلمة الله أكبر اللهم انصرنا بكلمة الله أكبر اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من هدم مساجدنا وانتهك أعراضنا وشرد أطفالنا وقتل رجالنا واعتقل شيوخنا ورمل نساءنا اللهم أرنا به عجائب قدرتك اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر اللهم اجعله عبرة لمن أسلم من شاء أن يعتبر اللهم اجعله عبرة لمن شاء أن يعتبر اللهم كن معنا على الظالمين اللهم أنت سميع دعاء المظلومين أنت سميع دعاء المظلومين أنت قلت ادعوني أستجب لكم اللهم إنا قد دعوناك اللهم إنا قد التجأنا إليك اللهم إنا قد التجأنا إليك اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين لا إله إلا
سبحانك نشكو إليك ضعفنا ونشكو إليك حالنا سبحانك أنت أعلم بحالنا منا إلى من تكلنا يا إلهنا إلى من تكلنا يا إلهنا اللهم حرر بلاد الشام من الطغيان اللهم حرر بلاد الشام من الطغيان حرر بلاد الشام من الظالمين اللهم دمر أسلحتهم اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم من أراد بهذه البلاد بسوء فرد كيده بنحره اللهم فرد كيده بنحره اللهم فرد كيده بنحره اللهم انصرنا عليه اللهم انصرنا عليه اللهم ارحم شهداء